سأبدأ مداخلتي بتحديد المحددات الرئيسية لهذا التعقيد. المحدد الأول لهذا التعقيب بأننا ننطلق ليس فقط من إدانتنا للعدوان على سوريا وشجبنا له، بل من استعدادنا للوقوف ضد هذا العدوان. أقول هذا وأنا معارض بشدة للنظام. أنا فقدت ولدا على أيدي هذا النظام. أنا أسف يا أستاذ رجاء. يا أستاذ لو سمحت، في ندوة، إذا كان حضرتك هتعمل ندوة تانية نخليها ندوة تانية. معقولة حد تخطب تقريبا وفي مشارك وعقب يتحدث؟ خلينا نخلي الموضوع الأساسي طول. معلش على الموضوع الأساسي. إذا رغم أننا في المعارضة ونطالب بتغيير جذري لهذا النظام، إلا أننا نقول لسنا فقط ندين هذا العدوان ولسنا فقط نجلب هذا العدوان. وهذا الكلام طرحناه في أول لقاء لنا بهيئة التنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية. قلنا له نحن في هيئة التنسيق نقول لا للعدوان الخارجي، لا للعنف، لا للطائفية، وسنحارب أي عدوان خارجي. وهذا موقف أرجو أن يكون واضحا كمحدد أساسي بأي مداخلة لنا. ما أريد أن أقف عنده في تعقيبي بأننا طرحنا بأن الأزمة في سوريا هي أزمة مركبة، وهذا ما قاله دكتور جمال، وهذا أيضا ما قاله كل من سمعت إليهم في الجلسة السابقة، بأن الأزمة في سوريا أزمة مركبة، وبالتالي أي طرح للأزمة المركبة يجب أن يتناول جميع الأبعاد. لا يجوز أن نقول لدينا أزمة مركبة ونناقش بعداً أساسياً واحداً فيها، لأن هذا البعد سيعطي صورة مشوهة عن الحلول المتوقعة لهذه الأزمة. نقول أننا هناك أزمة داخلية، هناك نظام بطبيعته كان عصياً على التغيير الديمقراطي، هناك حالة من الاستبداد، حكم واحد، حزب واحد، قائد واحد، شخص واحد، هذا واقع نريد أن نتجاهله ونتجاهله، ولكننا لا نصل إلى حد. إذن كيف نستطيع الخروج من ذلك؟ هذه كانت قضية مطروحة علينا ولا تزال قضية مطروحة علينا. نحن سنقف ضد كل عدوان، ولكن أيضا كيف نحل الأزمة في سوريا؟ لماذا يتلاقى جزء كبير أو جزء ما لا أقول كبير، جزء من الشعب السوري مع محاولة الخلاص من النظام بأي طريقة من الطرق؟ هل لأن هذا القطاع، ولا أقصد القيادات هذا القطاع من الناس، لأنهم كلهم خونة؟ أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد بأن هناك إشكالية حقيقية يجب أن نعالجها، لأننا نريد أن نحمي سوريا، لأننا نريد أن نواجه العدوان على سوريا. بدون هذه النظرة المركبة لا نصل إلى حلول مركبة. إذن هناك أزمة حقيقية في سوريا، هناك انسداد ديمقراطي يحتاج إلى تغيير حقيقي وتغيير جدي لا يمكن أن يتحقق بالوسائل التقليدية. نعم، من أجل هذا كان الحراك الشعبي. عندما قام الحراك الشعبي في سوريا لم تكن هناك أي أيدي خارجية. أريد أن أذكر الذين لا يعرفون، أول من قام بالحراك هم شباب ناصريون منكم، مثلكم تماما، هم الذين انطلقوا في درعا وسويدا ودرعا وريف دمشق دوما تحديدا. وأنتم تعرفون أن الموجات الأولى من التظاهرات كانت تظاهرات بأيدي قوى وطنية وقوى يسارية. هنا تدخل المخطط الخارجي. نعم، هناك مخطط خارجي يستهدفنا جميعا. لم يكن هذا المخطط ابن هذه اللحظة. أنا عندما انفجر وعي سياسي منذ الستينات والخمسينيات كنا نعرف أن هناك مخططا خارجيا يستهدفنا جميعا، ولكن متى ينجح المخططات الخارجية؟ عندما تكون البيئة الداخلية مهيئة. إذن يجب أن نقول حتى نواجه المخطط الخارجي أيضا يجب أن تكون أعيننا على الوضع الداخلي، أن ننظر كيف نستطيع أن نغير الأوضاع ديمقراطيا، كيف نستطيع أن نوجد إصلاحا يساعدنا بمواجهة العدوان الذي سنواجهه على كل الأحوال. هذه مسألة أولى أريد أن أقف عندها. المسألة الثانية
التي أريد أن أقف عندها. الآن نحن في ظل إشكالية مركبة، هناك تدخل خارجي، هناك أزمة داخلية، هناك صراع مسلح في الداخل، هناك قوى إرهابية في الداخل، قوى مدعومة من الخارج من الإقليمي، هناك تدخل من كل الأطراف الإقليمية إلى هذا الجانب أو ذاك الجانب، وهناك الآن مصالح دولية عليا كما تحدث الأخ جمال، هناك مصالح لقوى إمبريالية واستعمارية نقف ضدها، وأيضا هناك مصالح لقوى أخرى روسيا وغيرها كلها متواجدة في المنطقة. هل نستطيع أن نحل المسألة بأننا فقط أن نقول أننا ضد العدوان ونحن ضده وسنقاومه، أم أن المسألة أعقد من ذلك؟ نحن نعتقد من هنا طرحنا أن المخرج الوحيد هو التسوية السياسية، تسوية بكل أسف كنا نريدها أن تكون بأيدي السوريين وحدهم، ولكن الأمور الآن خرجت من أيدي السوريين وحدهم وأصبحت هناك قوى خارجية لها هي جزء من الأزمة ويجب أن تكون جزء من الحل. ومن هنا نجد أنه يجب علينا أن ندعم مؤتمر جنيف للسلام بالتفاهمات التي طرحت في جنيف واحد، لأنه المخرج الوحيد المتاح. فيما عدا ذلك نستطيع أن ننقض، نستطيع أن نهاجم، نستطيع أن نشجب، نستطيع أن نفعل أي شيء، ولكننا لا نوجد حلا للأزمة السورية. الذين يريدون الآن حل الأزمة السورية أعتقد يجب أن يساعدونا في أمرين. الأمر الأول بأن نتفق جميعا على أن القضية مركبة، وبالتالي لا نقف مع الاستبداد ضد التدخل الخارجي، وبالقطع لن نقف مع التدخل الخارجي سواء مع الاستبداد أو ضد الاستبداد. وأيضا هذه مسألة مركبة. والمسألة الثانية أن الآن البحث ليس عن رفع طبول الحرب، ونحن نجد بالعكس هو السعي والتأكيد على خط التسوية، ونحن في هيئة التنسيق نجد بأن صوتكم إلى جانبنا، أي إلى جانب القوى الديمقراطية التي أمسكت بالمسألتين معا، هو المدخل الأساسي. وكنت أتمنى بأن يصدر فعلا عن هذا المؤتمر ما يشعر بأننا نقف أمام هذه الثنائية، ثنائية الوقوف في الخارج ضد الخارج وثنائية النضال الديمقراطي، هذه الثنائية التي تعبر عنها هيئة التنسيق الوطنية، لأنها هي المخرج الوحيد المنطقي في ظل تجاذب قوى المسلحة في هذه اللحظة الراهنة. وبالتأكيد أتمنى أن يكون اتجاهنا بهذا الاتجاه، وأن نضع أيدينا معا لتحقيق هذه الغاية وليس أي غاية أخرى. وشكرا لكم.